أخبار اليوم. دكتورة مها البشير، مسؤول قطاع المخلفات الصلبة وزارة تطوير الحضرة والعشوائيات. احنا موجودين النهارده في بورسعيد. ليه يا دكتورة مها؟ احنا النهارده 2/6، تاني يوم لتطبيق منظومة الجمع السكني والفصل من منبع عن طريق 17 شركة مكونة من عمال النظافة الأصليين ببورسعيد وفئة النباشين وكمان خريج الجامعة. مضوا عقود مع رؤساء الأحياء الستة ومدينة بورفؤاد الأسبوع يمكن اللي فات، وتم تدريبهم على وسائل الاتصال والتواصل والمقابلة الشخصية وازاي يطلعوا للساكن وازاي يوعوه للجمع السكني وازاي هيطلعوا شقة شقة يوم بعد يوم. بدأ الجمع السكني من امبارح، احنا من امبارح موجودين هنا فريق القطاع المخلفات بنعمل رصد ومتابعة، بنشوف مشاكل الشركات ومشاكل السكان كمان ايه، ازاي ان ده يتقبل ده انه يطلع له البيت، ازاي نحل مشكلة ان البواب ممكن يكون هو اللي بيجمع القمامة من المنزل. يعني بنحاول نعمل رصد مجتمعي، عاملين رقم للشكاوى للقطاع عندنا عن طريق رسائل الواتساب مصورة، فبنحاول كمان نوزعها على السكان مع العمال اللي لابسين زي موحد والعربية بتاعتهم مفصولة. طبعا كمان بنحاول نوعي على الفصل من منبع وأهميته، فيعني إن شاء الله الفصل من منبع هو احنا بنقول للساكن يعني يتعاون معانا، مجرد ان هو بيفصل القمامة لكيسين، بواقي الاكل في كيس وباقي كل حاجة صلبة في كيس، يعني البلاستيك والكرتون والورق والازاز والكنز ده في كيس، وباقي الاكل تنظيف المطبخ البواقي الخضار البواقي الاكل المتبقية في كيس لوحده. وده بيؤدي لحاجتين في نفس الوقت، اول حاجة ان المخلفات العضوية دي احنا دلوقتي وجاي كمان شوية مستثمر مفروض هيعيد تأهيل مصنع السماد اللي موجود هنا في منطقة أبو عوف، فعلشان يقدر هو كمان يعيد تدوير المخلفات العضوية وينتج لنا سماد عضوي نقي وصحي لازم يبقى عن طريق مخلفات عضوية مفصولة من المنبع، ما تبقاش مختلطة بسموم أو بأضرار وهكذا. كمان على الجانب الآخر في منطقة فارس، وده خبر كويس جدا لازم يعني الناس كلها تعرفه وهنروح نصوره النهاردة، في منطقة فارس اتحددت من المحافظة عن طريق باكيات اتسلمت للشركة علشان تفرز فيها الصلب اللي هو الشنطة التانية اللي هي بتعتبر ليه مصدر رزق للشركات كلها، فبيفرزها هناك في المكان ده علشان نمنع الفرز العشوائي اللي في الشارع، ولما يعيد تدويرها تاني يعيد تدويرها بصورة نظيفة فتجيب كمان منتجات ذات جودة عالية. فده فايدة الفصل من منبع. ده ايه ده؟ كلمني كده، ده ايه؟ دي باغ. دي باغ مع كنز. واحد بس اللي كان صفية مع مراوح مع كنز ودي جزاز وعبية مراوح بطر لعبة طول لعبة طول والجزاز وعبية ايه؟ يعني ده صورة مني. حضرتك وظيفتك ايه بتعملها هنا؟ احنا بنلم الزبالة بصفة عامة او مرحلة تدوير صغيرة، فبنسلمها للتاجر الخارجي. يعني الطق الطق ده خليك معايا بالكاميرا، ده بيتلم وبيخش المكبس تاني وبيرجع. اعاده تدوير الاول والاول طبعا بنتمنى المصنع ده يشتغل لانه هيعم على الكل. عشان المصنع مفيش زباله لمؤاخذه، الرز والسمك والخضار هيبقى برده من ضمن السماد العضوي. اصبحت المخلفات الصعبه دي اللي هي دي الصلبه دي الحاجات دي بتشتغل. الطق له وجه، الصفيح والباغه لها وضع ترجع تتعاد تدويرها من تاني، الباغه برضو ترجع تتعاد تدويرها. كان شايف لعب اطفال هنا. ايوه دي مخلفات صلبه، لعب الاطفال ديت بتبقى حاجات خشنه شويه، تركب له مروحه ما تنفعش تركب ازازه زي حضرتك خبيك لسه برضه تخش ازازه زي لا تخش المروحه، تخش لعبه اطفال الحاجات دي بتتعاد تدويرها مره من اول وقت. لازم نسرع بايه بقى علشان العمال اللي واقفه دي تشتغل، لان اي واحد صدقني بقولها لك بصراحه
اي واحد هيجي يعمل مشروع ده ما عندوش الخبره في شغلتها هيخسر هيفشل طبعا، وعماله مش هتقبض، عماله مش هتقبض. ليه؟ لما اخذ العامل بيطلع كان الاول ايام شركه مصر زمان، يطلع العامل يشتغل في الشركه يرمي الزباله ويطلع بالليل يلم الزباله من الشارع ويبيع للغريب التاجر اللي بره بيكسب عنده. بيحصل الكلام ده دلوقتي؟ ما بيحصلش، بس احنا لازم هنشتغل دلوقتي، احنا عايزين الاحسن. دي الغرفة بتاعت جمع المخلفات كلها اللي بتتحمل باللودر على الخط علشان تبدأ العملية بتاعت تفتيح الأكياس وتقطيع الأكياس، ويبدأ ان هو يطلع بقى على خطوط الانتاج، كل مرحلة تطلع على خطوط الانتاج. تمام، دي الاسوانة الدوارة بتاعت المصنع اللي فيها ممكن بيبقى فيه مغناطيس لاقط هنا، بيبدأ ان هو ياخد المعادن كلها، يبدأ يمسكها يلتقط المعادن من هنا، وتبدأ بعد كده العملية ان هي المعادن دي كلها بتنزل من المغناطيس في مكان مخصص ليها.